وللمزيد ينضم إلينا الآن هاتفيا الدكتور محمد سعد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات. الدكتور محمد بداية أرحب بك في هذه الجولة الإخبارية. يعني مصر والتي حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز منذ عام 2018 اليوم تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي أيضا في مجال المنتجات البترولية والسولار. أهم انعكاسات هذا الإنجاز في رأي حضرتك على الموازنة العامة والاحتياطي الأجنبي؟ مساء الخير. أولا عايز أقول لحضرتك إن إحنا ماشيين في بلد بتخطط صح، بلد سياسية بتخطط صح من الأول خالص، بمعنى إن إحنا كنا بنستنزف في عمليات الدعم للمواد البترولية، لأن إحنا كنا بنستورد المواد البترولية بمبالغ طائلة كل سنة، سواء الغاز سواء السولار سواء البنزين سواء البوتاجاز، كل ديت كنا بنستوردها كلها. فكان الخطه ان احنا لابد نوفر انتاجنا المحلي اللي يغنينا عن ان احنا نستورد من بره وندفع المبالغ الطائله دي من عمله صعبه. فكان اولها الغاز، والحمد لله بدل ما كنا بنستورد كل سنه ب 2.8 مليار دولار غاز طبيعي من بره، اتقفلت دي في 2018 في نص 2018 وبقى عندنا اكتفاء ذاتي فوفرنا الفلوس دي. الخطه الثانيه بقى ان احنا نستخدم الغاز الزياده اللي عندنا، لان احنا التزام على الرئيس عامل مبادره. دكتور محمد يبدو اننا فقدنا الاتصال بدكتور محمد سعد رئيس لجنه الطاقه باتحاد الصناعات.